لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول عبودية الكائنات، وأيضا نواصل الحديث حول العبودية في الدواب والحيوانات، يعني كنوع من أنواع الكائنات التي تعبد الله سبحانه وتعالى. وحديثنا اليوم إن شئت لتجعل له عنوانا فليكن بقرة تتكلم وتعرف مهمتها في الحياة. بقرة تتكلم وتعرف مهمتها في الحياة. فكما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. الحديث مرة أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين رجل يسوق بقرة إذ ركبه، يعني رجل كان يسوق بقرة يجرها، فإذا به يركبها، فلما ركبها التفتت إليه البقرة وكلمته وقالت له بكلام يفهمه: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا لأجل الحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فتعجب الناس مما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الأصل في الحيوان أنه لا يتكلم، ولذلك سميت الحيوانات بالعجموات لأنها لا يفهم منها كلام ونحو ذلك. ولذلك قال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ هذا شيء غير معهود، لكن أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. فهذا الحديث فيه في الحقيقة فوائد كثيرة جدا، ومنها فائدة تتعلق بالجانب التربوي في العبادة والدعوة ونحو ذلك، وليس هو محل حديثنا، وشاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. لكن شاهد الحديث لنا هو قول البقرة: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. وهذا فيه دليل على أن هذه الحيوانات وهذه الكائنات تعرف مهمتها في الحياة ابتداء. ثم الأمر الأهم من ذلك، وهو أيوة، بارك الله فيك، أنها تعرف أنها مخلوقة وأن لها خالق. إنا لم نخلق لهذا، فابتداء هي تقر بربوبية الله تعالى، أن الله تعالى هو الخالق وهو الذي خلقها، وتقر كذلك وتخبر بأن الله عز وجل هداها لأمر ما خلقها له وهو الحرث. وإن كان الحافظ رحمه الله تعالى يقول في الفتح كلاما جملته أنها أخبرت بما هو غالب على مهمتها في الدنيا،
وإن كان من عظيم ما خلقت له هو الذبح والأكل، يعني هي لم تخلق للحرث فقط، بل هي خلقت كذلك لماذا؟ للذبح والأكل. لكن هي أخبرت ب يعني أغلب ما هي تقوم به في حال الحياة، في حال حياتها، في أثناء حياتها، هي دي مهمتها، أنها تقوم بحرث الأرض، يعني تسحب الحرث اللي المحراث وتمشي به في الأرض. هذه أعظم مهمة لها في الحياة الدنيا. فهذا أيضا فيه شاهد على أنها تعرف لماذا خلقت، بخلاف الكثير من الإنس الذي لا يعرف لماذا خلق، نسأل الله العفو والعافية، بخلاف الكثير من الإنس الذي هذه البقرة أفقه منه. فمنهم من يقول ذلك عقيدة، بل ربما بعضهم يتغنى بذلك فيقول الشاعر والمغني وكذا: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت وسأبقى سائرا حيث مشيت. فأنا مانيش عارف أنا جيت إزاي وجيت منين ورايح فين، ما يعرف له قضية والعياذ بالله. وهذه عقيدة عند كثير من الخلق في هذا العالم، هناك كثير من الخلق في هذا العالم لا يعرفون لماذا خلقوا، وهناك كثير من الخلق لا يعرفون أنهم خلقوا لمهمة معينة، وهم يعتقدون أنهم خلقوا لمهمة أخرى، كالذين يعتقدون أنهم خلقوا لأجل أن يتمتعوا بهذه الحياة الدنيا وشهواتها، خلقوا لأجل ذلك، خلقوا لأجل ذلك. وكالذين يعتقدون أنهم خلقوا لكنهم لن يبعثوا، أنهم موجودون لكنهم لن يبعثوا، ولذلك يترتب على ذلك إنكار الخالق، إنكار الخالق، وهكذا عقائد شتى والعياذ بالله. بل وهناك من يتسمى بأسماء المسلمين من لا يعرف لماذا خلق، ويظن أنه مخلوق لأجل أن يمارس الشهوات والمأكل والمشرب ونحو ذلك، بل وربما سموا ذلك نظاما للحياة، كالذين مثلا يسمون العلمانية، الليبرالية، كذا ونحو ذلك. فقضية التدين والدين ولماذا خلقنا وما هي المهمة التي خلقنا من أجلها، هذه قضية لا تشغلهم أو لا تشغل كثيرا منهم. والله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففيه إثبات الخلق، أي أن الله خلق الخلق وأنهم مخلوقون، وفيه إثبات أنهم خلقوا لأجل هذه المهمة العظيمة وهي عبادة الله تعالى. بل حتى الحيوانات والدواب التي لا تكليف عليها في العبادة تعبد الله عز وجل بوجه من الوجوه كما يظهر معنا في كل صورة من الصور، وتعرف ما هي المهمة التي خلقت من أجلها. سبحان الله، إحنا لو عدنا نجيب حد من الناس اللي هم المتخصصين في هذا الباب هيقعد يجيب لنا كائنات كلها عارفة خلقت ليه، ده خلق عشان يعيش بالطريقة الفلانية، وده خلق عشان يأكل ده ويعيش بالطريقة الفلانية، وده خلق عشان يقوم ينتج هذا، وده خلق عشان كذا، وده خلق عشان كذا. سبحان الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. فهذه البقرة تعرف أن الله هو الذي خلقها خلافا للملاحدة. هذه البقرة تعرف مهمتها في الحياة خلافا للعلمانيين والليبراليين والجهلة الذين لا يفهمون ذلك. ولذلك نقول لهؤلاء ونقول: أين الملاحدة المنكرين للخالق من هذه البقرة؟ وأين الجهلة من المنافقين والعلمانيين والليبراليين ونحوهم؟
في إنكارهم لوظيفة العبودية التي خلقوا من أجلها من هذه البقرة. وأين أهل الشهوات والغفلات الذين يظنون أنهم خلقوا لأجل أن يتمتعوا بهذه الحياة الدنيا؟ فأين هم من هذه البقرة؟ وأين كل من كلف بعمل أو مهمة من المهام فخان وقصر وفرط من هذه البقرة؟ أين الشاهد في هذا؟ أين الشاهد على العبارة الأخيرة؟ أين كل من كلف بعمل أو مهمة من المهام فخان وقصر وفرط؟ ها؟ ها؟ الإيه؟ لا، فين الشاهد على العبارة دي اللي أنا بقولها دي في الحديث؟ البقرة عارفة هي شغالة إيه وعارفة مهمتها، بخلاف كثير من الإنسان الذي ربما لو عرف مهمته قصر فيها وخان ولم يؤديها. هذه البقرة تقول للرجل لا 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 لا، أنا شغلتي أعمل إيه؟ الحرث. ما أنكرتش حتى مسألة القرش، الحرث، قالت إنا خلقنا للحرث. فنقول لهؤلاء جميعا، أما الملاحدة فنقول لهم، قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأما الجهلة فنقول لهم، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما أهل الشهوات فنقول لهم، قال الله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأما كل من كلف بعمل وقصر فيه فنقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظه أم ضيعه؟ إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظه أم ضيع؟ هل أديت مهمتك التي كلفت بها؟ فهذا ستسأل عنه يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.